أيادي أمينة. احنا متواصلين معكم في ايادي امينه ماضي 3:30 موعدكم مع الاخبار واحنا قبلها عندنا اكسبريسو وعندنا سيليبريتيز واخبار النجوم بعد شويه تجيكم مع مروه لكن تصويت خلينا نتعداو الاكسبريسو اكسبريسو اليوم نحكيه بما أننا مازلنا متواصلين هو الاكتيفيزم وإلا مناهضة العنف ضد المرأة جي أيامات عالمية صحيح جي بريود باش نقول مناسبتية يتركز فيها النشاط أكثر ولكن هذا لا يعني أن العمل متواصل طيلة أيام السنة ومن واجب الناس الكل واليوم نحكيه على ندوة حول تنامي ظاهرة العنف ووقعها على الأقليات الدينية في تونس هذه الندوة بشكون نهارة الأربعاء خلي تكون عندكم أكثر تفاصيل مع المتحدث باسم الملتقى سيد محمد موسى حاضر معنا عبر الخط أهلا وسهلا بك سي محمد سيدي مساء الخير مساء الأنوار شنو أحوالك عايشك يا سيدي دونك نهار الأربعاء جوستومون باش تكون الندوة هذه حول تنامي ظاهرة العنف في المجتمع ووقعها على الأقليات الدينية في تونس اخترتوا يعني أونجل بيان بريسي لهذه الندوة يمكن غير معتاد زادة خطر يمكن ناقشوا ساعات الموضوع هذي ولكن من ناقشوا الموضوع في وسط مواضيع كبرى أو نعتبروها كبرى إن صح التعبير فأنتم خذيتوا زاوية معينة وتفصيل مهم ومهم جدا نحكينا عليه أكثر كيفاش تكون الأمور سي محمد فضل يرلا الإيفينمون هذي مش يتنزل في يعني إطار ذكرى مئوية هي في الحقيقة يحتفلوا بها الأتباع الديانة البهائية في تونس عندهم 100 سنة من التواجد وبالتبعية البهائيين ذوما ككل التوانسة الكل هم التوانسة أبا عن جد يخدموا في إطار هالوحدة وإطار محبة البلاد والتعاضد والتآزر فاللقاء هذا باش يكون مناسبة باش يدخلوا يعني علماء في النفس علماء في الاجتماع ربي حاخام يهودي ومتدينين مسلمين وبهائيين باش يحكيوا على هالوحدة في التنوع كيفاش انه اليوم مش ممكن يعني تستمر العيش سوي الجماعي ما لم يكن تم قبول الآخر تعايش ووحدة في هالتنوع ووحدة في الاختلاف هذي لأنه للأسف يعني احنا تربينا من احنا صغار على انه احنا نكون مركز الكون مركز الوجود وفي الحقيقة احنا يعني بطبيعة التطور المعيشي الآن والتطور العالمي احنا جزء من كل واذا كان لم نتعلم الانفتاح والتعايش مع الآخرين على مختلف عقيدته وتفكيره ولونه فمن الصعب انه يستمر العيش الجماعي مع بعضنا البعض فهذه باش يكون يعني محور الأساسي لل يعني كيفاش مناسبة الاحتفال المئوية هذه مئوية الدين البهائي في تونس عنده 100 سنة وفي نفس الوقت مناسبة وأكيد باش يكون فرصة زادة الناس تتعرف على شو معناتها البهائيين على خاطر نتصور برشا من اللي قاعدين يسمعوا توا يقولوا أمين أي في الأخر شنو معناه البهائي أو الدين البهائي أو تواجد البهائيين توا لمدة قرن في بلادنا بالضبط كنا نعملوا إشارة هكا ظريفة سي محمد هو دين عنده 100 سنة يعني أسس عام 1863 يعني تم تأسيس الدين البهائي هذايا وعام 1921 دخل لتونس وعنده بالطبع هو دين سماوي توحيدي عنده كتب السماوية لكن الأهم من هذا كله هو يهدف لوحدة الإنسانية وحدة الجنس البشري وحدة الأديان ووحدة الإنسان يعني أي كان لونه جنسه معتقده ضميره عن طريق شنو يعني شنو باش نقول يمكن مش الممارسات ولكن لابراتيك متاع البهائيين كيفاش تكون هو ككل الأديان عنده شريعته وأحكامه طبعا. لكن احنا الهدف من هذا كله يعني كبهائيين أي. يقول لنا حضرة بهاء الله الإنسان اليوم هو الذي يقوم على خدمة من على الأرض كلها فاحنا عنا 100 سنة تواجد فعلي فساهمنا في كتابة الدستور في تونس دعينا كبهائيين كنا في الحوارات اللي دعانها الاتحاد العام التونسي للشغل والعديد من الفضاءات اللي بعثناها أو حضرنا فيها وقدمنا فيها مداخلات اللي تهدف لي مبادئ معناها من بينها المساواة بين المرأة والرجل اللي دعا لها حضرة بهاء الله اللي دحض كل أنواع التعصب والكره بل الدعوة للمحبة والوحدة والاتحاد لا أخفيك معناها طبعا. العنف المستشري اليوم اللي نشوفه فيه واضح أنه وراه عدم قبول للتنوع وعدم قبول الاختلاف فإذا كان الإنسان يتسلط برأيه
يعتبر رأيه هو الأوحد وهو يعني العلم اللدني عنده، فعندها كيف نقبل الآخر ونتحاور الآخر ونتعلم من الآخر. فالبهائيين بكل تواضع ساهموا يعني ولا زالوا في هالحراك نحو الوحدة والاتحاد، لأنه نراه أنه قضيتنا كما قلت هي قضية وحدة البلاد إنسانية بالأساس. واضح سي محمد، شكرا ليك على هذه التفاصيل. وللناس اللي يهمهم الأمر يجب يكونوا موجودين في تونس نهار الأربعاء في إحدى النزل بداية من 10 متاع الصباح، باش يتعرفوا، فما باش يكون عرض لشريط وثائقي على مساهمة البهائيين في الحوارات السائدة في المجتمع، كتاب 100 عام من الوجود البهائي في تونس، ندوة فكرية حول تنامي ظاهرة العنف في المجتمع ووقعها على الأقليات الدينية. وكي نقولوا أقليات دينية أو بالأساس ظاهرة العنف الحقيقة يعني ماهيش دينية فقط، ولكن قاعدين نشوفوا في ظاهرة العنف حتى داخل نفس العقيدة وفي نفس الدين وندخل نفس الأسرة ونفس حتى الأجواء المحيطة، وهذا اللي إن شاء الله يكون يعني حتى النقاش يشمل هذم الكل. ولا هذه كانت إكسبريسو لليوم. Expresso.